تعال مليح اخويا. لا 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 انا مليح تبارك الله. ها انتم كتشوفوا الخروف خروف خاص تبان معنا ماشي مشكل. سيدي المختار هذا هو الحوله ديال سيدي المختار تبارك الله. فين كتواجدوا؟ حي محمدي ادرار. ادرار الطيران. يا رحيبه معروفه. ان شاء الله جيواري اخوان الناس ديال اكادير في اي مكان اللي بغى يشري الحول يدوز عند هاد الناس. هذا الرحيب راه ثمن مناسب. السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد اوديو جديد. جينا نكتشفوا لكم اثمنه ديال الحوال. الثمن ديال الحولي والثمن ديال الخروف. فين كتوجهوا؟ رحيبه ديال مدينه اكادير اللي كتوجه حدا الملعب ديال ادران. غادي نشوفوا الثمن ديال الحولي وغادي نكتشفوا الثمن ديال الخروف وغادي نكتشفوا الثمن ديال المعزي. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه. اشتركوا في القناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو على بركه الله. تعال مليح اخويا. لا لا انا مليح تبارك الله. ها انتم كتشوفوا الخروف. الخروف خاص تبان معنا ماشي مشكل. سيدي المختار. سيدي المختار هذا هو الحوله ديال سيدي المختار تبارك الله. اسمح لي الحمد لله الله يبارك فيك. دابا قول لنا الثمنه ديال الحواله ديالك. هذا 120. هذا حوالي 120 كما كتشوفوا 6000 درهم. وهذا هذا 96. 96 ارخص 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 عندك حوالي هنا 84 باش كان في هذاك 84 75 هذا 6000 درهم. تبارك الله كما كتشوفوا. والنسبه على حسب واش كتبيعوا مزيان. الجران كاين كما كنقول. الناس كتصاوبوا مع الناس. كتصيفوا مع الناس. تماما تبارك الله الحواله. الحمد لله واحد شويه الامن كاين مزيان. الحمد لله. دابا هادو جبتيهم فين؟ هادو سيدي المختار. سيدي المختار. اييه سيادتي. هادو الحواله ديال سيدي المختار. هادو حرام عليهم. خروف تبارك الله. 80 لواحد هادو ثلاثة. شحال هادو؟ 80000 لواحد هادو. 80000 لواحد. 48 ثلاثة. إذا أنا رأيي ثمن مناسب تماما المليح. 80000 حاجه مليحه. هذا راه عندها غرض. تماما. شوف تبارك الله. شوف شوف مليحه. المليح المليح تبارك الله. سنان الحليب. تبارك الله. مرحبا. دابا دابا شحال يوزن في الكيلو هذا؟ هذا الوزن اللي عبرتي هذا كيدير واحد 70 كيلو. 70 كيلو؟ اييه. مزيان. 70 كيلو. حلقه حي. حلقه. حي. حي. دابا واذا كان مذبوح فيدير واحد كينقص. كينقص هذا ولا ما ينقص؟ كينقص بالنص. ينقص بالنص. ينقص بعد يدير واحد 30. هذا الشيء اللي غادي يدير 30 كيلو. وفين مشات 30 اخرى؟ 30 مشات مع الدم والنفس ديالو. سبحان الله. لا ما كنتش في خباري. صحابني ينقص ب 10 كيلو هكاك. بالنص باش كينقص. دابا اللي فيه 100 كيلو ينقص ب 50 ولا 60. تبارك الله سبحان الله. كما كتشوفوا حاجه مليحه. خروف. انا يتواجد معنا قايد لنا التليفون. الله يحفظك اسيدي. انتم كتوجدوا في الرحيبه اييه ديال اكادير حدا التيران ادران. اللي بغى يشري الحولي يجي عند هذا السيد راه عنده الحواله هنا تبارك الله. ياخذ الحولي 07 70 تقول نمرتك؟ عاودها هي 07 60 25 38. عاودها 07 70 60 25 38. هذه هي نمرت هذا السيد راه كيبيع الحواله خاص في الرحيبه اللي حدا تيران ادران. اللي بغى شي حولي ولا يناقش معاه يصوني عليه. هما الناس غيصونيو عليك. مرحبا ان شاء الله. الله يبارك فيك. كيداير بخير؟ الحمد لله الله يحفظك الله يودي. السوبر ها السوبر ها عنده السوبر باش نكون واضح. السوبر عنده الحواله زوينين. تبارك الله. على خير. بحال هذا بحال هذا. السردي. السردي المليحه. حاجه مليحه. ذاك الاستقلال اخر راه. تبارك الله شوف. بحال هذا بحال هذا. اللهم بارك. حاجه مليحه. خروف ديال بصح. اذا كما قلنا سمعتوا النمره ديالو. اللي بغى شي خروف صوني عليه ولا يجي عند الرحيبه هنا وياخذ خروف وحاجه مليحه. المعز اللي بغاوه راه كاين. كاين حتى المعز. المعزي حتى هو كاين. قال لكم حتى المعز كاين. ها المعزي. هو السيد يجبد لكم. راه لك جوج الاخرين. شتيان. شحال دايرين هادو؟ 22. 22 لواحد.
22 ألف السكرة يحيي من السكرة اللي فيه السكرة يحيي ذا تمام الله يسخر سيدي الله يوفق مسيرة موفقة أنا حاجة مليحة تبارك الله إيوا كيما كتشوفوا هذه حوالا الثمن مناسب إذا 6000 درهم 75 88 جديان 22 ألف إذا الثمن مناسب اللهم بارك الخير موجود تبارك الله الله يسخر سيدي الله يوفقه مسيرة موفقة إذا غادي نكتشفوا لكم مكان جديد خاص في الرحيبة والثمن ديال الحاولي الله يسخر أخويا اسمح لينا إذا حاليا كتوجدوا في الرحيبة ديال الأغنام ديال الحولي خاص حذاء تيران أدرار إذا هذا المكان كله فيه الحوالة والخير موجود تبارك الله إوا كما كتشوفوا معنا الحوالة اللهم بارك صراحة حاجة مريحة كتبان الصفر ديالها في الوجه ديالها والكاليتي ديالها والجسد ديالها الحولي مليح كيبان بالثمن ديالو شحال سيدي الثمن ديال هادو كله وثمن عمر ديال بني. كل واحد وثمن ديالو مثلا هذا شحال داير هذا سبعة آلاف درهم عمر ديال بني. 7000 درهم تبارك الله 7000 درهم السردين السردين الحولي ديال السردين 7000 درهم اذا هذا هو الحولي اكتشفت سبعة آلاف درهم تبارك الله المليح 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 7000 درهم الثمن ديال الطالون زيد لي غير 20000 وتشري الطوموبيل تمشي بها من هنا دير بها تخطفت تبارك الله الله يسخر والله الا كتستاهلوا كون كنت انا فلاح غادي ندير لهم غادي لهم 10000 درهم صراحه باش نكون واضحين الفلاحين راه كيشتغلوا وكيكسبوا وعندهم واحد المده هاد الحوله ما تشوفوش هكا راه تقريبا عام ديال الخدمه وعام ديال العلف عاد كيوصل اكثر من عام اكثر من عام ياك اذا 7000 درهم راه ثمن مناسب كتستاهلوا كتستاهلوا حيت حتى بالنسبه للتربيه ديال الحواله قليله حيت هادشي فيه تما راه ماشي ساهل المليح تبارك الله الثمن وكاين الجوده بشحال اللي خاصو شي حاجه مرحبا اييه فين كتواجدوا؟ حي المحمدي ادرار ادرار التيران ايه يا رحيبه ان شاء الله شوفوا الاخوان الناس ديال اكادير في اي مكان اللي بغى يشري الحولي يدوز عند هاد الناس هذا الرحيبه راه ثمن مناسب والمليح 06-38-65 تقول نمرتك؟ عاود نمرتك 06-38-95-12-67 هاكاك هادي هي النمرة ديال هاد السيد عاود النمرة ديالك باش يتأكدوا مزيان 06-38-95-12-67 هادي هي النمرة ديالو اللي بغى شي حولي يتواصل به وتواصلوا معاهم وشجعوهم ان شاء الله بحول الله ان شاء الله راه غادي يصبروا عليك سيد المختار كاين ديال سيد المختار اخويا شيشاوه شيشاوه هادو الحوالي ديال الشيشاوه اييه هادو ديال الشيشاوه تبارك الله حاجه مليحه باينه غير في الصفات ديالهم دابا نتوما كتوجدوا غير في هنا غير رحيبه صافي بالضبط تبارك الله اشنو رايك في الناس اللي كيقولوا بانه مرتفع الثمن في السوق عادي عادي تماما عادي حتى الوقت اللي غلى عادي تماما تماما تبارك الله كيف كتشوفوا حاجه مليحه حاجه مليحه هذه ما تزيد فيها الثمن تماما تبارك الله اي حاجه تزيد تماما كيف كتشوفوا الحواله ديالهم هما تبارك الله حواله المليح 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 تبارك الله حاجه مليحه ايوا كما سمعتوا النمره ديال هذا السيد خاص في الفيديو اللي باغي شي حاجه يجي ياخذ الحولي تبارك الله سوبر القرقع اللي قال واحد القرقع تبارك الله تبارك الله المليح 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 شحال دابا تقريبا في الكيلو يوزن هذا خويا يوزن واحد 100 كيلو 100 كيلو 90 تبارك الله 90 كيلو 90 ما يخليش فيها نص كيلو شحال باش يطيح لي الكيلو راه زعما راه رخيص 7000 درهم السنه ما فيهاش كيلو كيلو حرام في الدين هذه هي السنه خصك تحيه السنه خصك بلا كيلو تشريها سمعتوا هذا السيد اش قال لكم ما تشريوش الحولي بالكيلو شريوه بالسنه كيلو حرام في الدين كما قال لك السنه على حسب خصك تشري الضحيه مقاده ما تاخذهاش بالكيلو بالكيلو تماما هذا هو الحقيقه
دل الحوالة ديال الرحيبة ديال أدرار هما هادو أثمنة مناسبة 7000 درهم 6000 درهم. دل نتمنى إن شاء الله تستمروا معنا بلاصة أخرى وغادي نكتشفوا لكم مزيد إن شاء الله بحول الله. الله يسخر لك سيدي، الله يوفق، الله يحفظك. إذا الجولة ديالنا باقي مستمرة خاصة المكان اللي فيه الحوالة. إذا هاد البلاصة كلها فيها الحوالة، رحيبة هادئة، رحيبة زوينة بزاف، مكان مكالمية. تيران أدرار ها هو يبان لكم باللي هنا فاش كاين تيران أدرار، ونتمنى إن شاء الله نقدموا لكم ما أفضل إن شاء الله في حول الله. إذا واجب تشجعوا هاد الفلاحين، إذا هما كيديروا مجهودات، وأنا رأيي التمر راه عادي. إذا 7000 درهم راه العيد ديال 2023 كنحاولوا ب 7000 درهم 5000 درهم 6000 درهم. إذا الثمن مناسب، هذا هو الواقع، أنا رأيي الثمن مناسب. إوا الناس اللي ما قادرينش يشريو اش غادي نقول لكم؟ تعاونوا معاهم، عطوهم شويه ديال الفلوس، خذوا لكم شي ضوء. كما كتشوفوا الحوالة تبارك الله، اللهم بارك. الله يحفظك اسيدي. بغينا نشوفوا الثمن ديال هاد الحوالة، ما كاينش مولاهم ياك، تبارك الله. إذا الحوالة ديال بصح، اللهم بارك. نبعد منه قبل ما ينطح لي شي حاجة، خير والبركة، اللهم بارك. إذا الحوالة هنا الثمن ديالهم ما كاينش مولاهم، ونتمنى إن شاء الله نمشيو بلاصة أخرى وبلاصة جديدة. سنينة هادي ما يبان، هو سنينة. وإلى بنتي بالسلامة، أش توقع كاع؟ وبغيتي غير تشهر، ودير غير تيك توك، ودير غير تيك توك، فهمتيني؟ دير تيك توك، ها أش غادي دير؟ دير تيك توك، عرفتك فكرة سهلة، ها غادي تشد أنت وهو، دير تيك توك، وتحو، ضربوا في الراس، تيطيح، والله تجيب المشاهدة. أش قالوا كيدير بخير؟ قال لك باغي يبان. اقفل راه حنا اللي باينين، والله الا قفل راه اصحابي حنا قفل راه. السلام عليكم. ضرب ضرب شي فيديو لهنا، ضرب. الميلود مرحبا بكم، يبغى شي عصير برود. العصير كتبع انت؟ كتبع العصير؟ شريتي الحاولي ولا باقي؟ الحاولي اخويا داكشي ديال الله. مرحبا اخويا، مرحبا. معكم العصير ديال منتصر. قال لك اسيدي صورني. والكنار ديال منار، مرحبا بك. الحاولي هذا العام غالي، البوفري ما غاديش يعيد. ياك. صلاه البوفري عظم. شريت ولا باقي؟ مازال ما شريناش، هذا العام ان شاء الله الدواره. الدواره. الدواره واحد الحكي ديال الحب. واحد جوج دجاجات. اشنو بان لك على حساب الثمن 7000 درهم؟ الثمن بزاف، لوطور. بزاف. 120 110. بزاف ياك. امير اخويا الله يسهل عليكم. مرحبا بكم عند العصر ديال منتصر. اي راه بيناكم ماشي مشكل ياك عاد. الله يحفظك. بغينا الثمن ديال الحواله سيدي، شحال دايرين الثمن ديالهم؟ الثمن كاين حوالي ب 100000، كاين 120، كاين 120 100000 100000 120 130 130 كما قال لكم هذاك السيد. اذا الحواله الثمن كاين 120 130، ما بقى العيد الا 4 ايام. 140000 ريال. 140000 تبارك الله. تبارك الله. شوف شوف. شوف. الخير تاع سيدي. 7000 درهم. 7000 درهم. 140000. شوف راه بتقدر كاع تجرو. تبارك الله. شوف. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. المليح المليح المليح. 7000 درهم. 7000 درهم. هنا. والكفه ديال الكفه ديال الفلوس. تبارك الله، والله الا الكفه ديال الفلوس. الله يحفظك. تبارك الله، حاجه مليحه. المليح تبارك الله. المليح صافي. دابا هاد الحواله فين؟ اش مكان؟ الشادمه. 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 تفتشت. تفتشت كما قال لكم، تفتشت. الشادمه وما عرفتش بالضبط فين جات، تفتشت. والحواله ديال بصح كما كتشوفوهم، المليح المليح تبارك الله. ما تخيلوش شحال زوينين تبارك الله. شوف الصفات ديالهم والوزن ديالهم، شوفوا تبارك الله. المليح. خفت انا ينطحني، كاينين فيهم ينطحوا، يرجع اللور وينطح. شوف تبارك الله، دابا الكرون ديالو الا لقيتهم بهذا الشكل راه مليح، فيه هذوك اللوينات بحال حالاتو. الكرون ديالو فيه هذوك اللوينات بحال حالاتو، راه حاجه مليحه تبارك الله. الخيرات تبارك الله. هنا هو هذا، شحال باش يدي هذا؟ شوف قلنا لك
هذا مليح تبارك الله 140 كما كتشوف صحاح صحاح تبارك الله وصعب جدا تشدو الرجل ديالو صح حاولي في الاول والعاش ترجيه الدنيا تبارك الله در هذاك سير در هذاك تبارك الله كما كتشوفوا الله اكبر شي قاعده هنا تحاولي دان الناس كتشري الحولي كاينين الناس ياخذوا الحولي 6000 درهم 110 120 الناس يشريو كما كتشوفوا السيد خدا الحولي بالثمن ب 6000 درهم دان كاين بعض الناس عارفين بانه الثمن مرتفع ولكن فيهم واحد الحب خاص للفلاحين اللي كيكسبوا هادشي كيشجعوا يقول لك ماشي مشكل شروا الحولي ب 7000 درهم ولا 6000 درهم وفي نفس الوقت نشجعوا هاد الناس اللي كيديروا التربيه ديال الاغنام والانتاج ديال الحواله اذا واحد تشجيع واحد الحب خاص للناس اللي كيربيو اذا ما تنساو بانه هاد الناس الكسابه والفلاحين كيديروا واحد المجهود وكاين الحولي اللي كيصرفوا عليه ربما عام ونصف العامين اذا عادي جدا الا شجعتوهم الحولي ب 6000 درهم 7000 درهم اذا كل واحد كيمشي على جهده اذا كاين الناس عادي جدا واحد الشهر 6000 درهم تشري الضحيه ديالك والضحيه سنه وعادي جدا الا خديتي حولي ب 6000 درهم 7000 درهم اذا الثمن مناسب ولكن يقدر دابا من هنا 2025 2026 يقدر غادي نكتشفوا الحولي ب 10000 درهم الواحد من هنا بعد سنه ولا سنتين يقدر نكتشفوا الحولي اكثر من 6000 درهم اكثر من 7000 درهم اذا كما قلنا حاجه مليحه حواله ديال 60 راه ما كاينينش كاين 7000 درهم حاجه مليحه يلا جر جر اشنو رايك على حساب التجاره ديالكم كتبيعوا مزيان كيشريو الناس مزيان كيبيعوا الناس يشريو الناس ياك واخا وصل 6000 درهم 7000 درهم يشريو كاين بعض الناس كيقول لك غلى عليهم هاد الحولي 3000 كاين 80 كاين 90 كاين 190 اي كلها على جدو اشنو رايك في الحولي ديال 40 دابا الحولي ياخذ الحوله ب 40 ما كاين حوله ما كاينش ب 40 يقدر غدا يتصيد الكساب كيشري هذوك ب 50 60 كاين عندنا تماما الكساب تماما كما سمعتوا قال لكم الشخص الحولي ديال 40 راه ما كاينش 60 الفوق 60000 اذا شي حاجه نورمال ولكن حاجه مليحه 6000 درهم من الفوق حاجه مليحه بغيتي تعيد بالضحيه زوينه خصك ضروري هاد الثمن اذا كما كتشوفوا الحواله اللهم بارك هاد الرحيبه اللي كتواجد في التيران حدا التيران ديال ادرار واثمنه مناسبه والناس كتبيع هنا وكتشري وكاين بعض الناس ما كاين غير الجران يبدا يشريو الناس 40 3 اذا انا رايي ثمن مناسب تماما المليح 80000 حاجه مليحه هذا راه عندها غرض تماما شوف تبارك الله شوف شوف مليحه المليح المليح تبارك الله سنان الحليب تبارك الله مرحبا دابا دابا شحال يوزن في الكيلو هذا هذا الوزن اللي عبرتي هذا كيدير واحد 70 كيلو 70 كيلو اييه مزيان 70 كيلو حلقه حي حلقه حي حي دابا واذا كان مذبوح بايدي واحد كينقص كينقص ضروري ما ينقص ينقص بالنص ينقص بالنص ينقص بعد يدير واحد 30 هذا الشيء اللي غادي يدير 30 كيلو وفين مشات 30 اخرى 30 مشات مع الدم والنفس ديالو سبحان الله ما كنتش في خباري صحابني ينقص ب 10 كيلو هكاك بالنص باش كينقص دابا اللي فيه 100 كيلو ينقص ب 50 ولا 60 تبارك الله سبحان الله كما كتشوفوا حاجه مليحه خروف انا يتواجد معنا قايد لنا التليفون الله يحفظك اسيدي انتم كتوجدوا في الرحيبه ايه ديال اكادير حدا التيران ادران اللي بغى يشري الحولي جا عند هذا السيد راه عنده الحواله هنا تبارك الله ياخذ الحولي 07 70 تقول نمرتك عاودها هي 07 هي 60 25 38 عاودها 07 70 60 25 38 هذه هي نمرت هذا السيد راه كيبيع الحواله خاص في الرحيبه اللي حدا تيران ادران اللي بغى شي حولي ولا يناقش معاه يصوني عليه هما الناس غيصونيو عليك مرحبا ان شاء الله الله يبارك فيك كيداير بخير الحمد لله الله يحفظك الله يودي السوبر ها السوبر ها عنده السوبر باش نكون واضح السوبر عنده الحواله زوينين تبارك الله على خير بحال هذا بحال هذا السردي السردي المليحه حاجه مليحه ذاك الاستقلال اخر تبارك الله شوف بحال هذا بحال هذا اللهم بارك حاجه مليحه خروف ديال بصح اذا كما قلنا سمعتوا النمره ديالو اللي بغى شي خروف صوني عليه ولا يجي عنده الرحيبه هنا وياخذ خروف وحاجه مليحه حتى المعز اللي بغاه راه كاين كاين حتى المعز
المعزيز حتى هو كاين، قال لكم حتى المعز كاين. ها هو المعزيز. ها هو السيد يجبد لكم. ارا لك جوج الاخرين. ها شتيان. ها شحال دايرين هادو؟ 22 لواحد. 22 اللي فيه السكر يحيي من النص. اللي فيه السكر يحيي. تمام. الله يسخر سيدي، الله يوفق.